هذا البرنامج برعاية مجموعة عيادات المركز السعودي الصيني للعلاج بالإبر الصينية للدكتور رياض الهجن. الرقم الموحد 920011111. الموقع الإلكتروني scc.sa. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام وين ما كنتم، مستمعين إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. معكم الآن برنامج علاجك صيني اللي يجيكم كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 9 مساء. راح أكون معكم في سحر عبد الله. قبل لا نبدأ حلقتنا لليوم، أذكركم على السريع أن عندنا جوائز مقدمتها لكم المركز السعودي الصيني، وراح تكون معنا كل يوم اثنين. راح يكون عندنا ثلاث رابحين، عندنا ثلاث جوائز. الجائزة الأولى عبارة عن جلسة تكشير كيميائي لعلاج التصبغات وعلاج الحبوب، والجائزة الثانية جلسة تخفيف وزن بمساعدة الإبر الصينية. أما الجائزة الثالثة جلسة إقلاع عن التدخين بمساعدة أيضا الإبر الصينية. عشان تربحون الجائزة المميزة هذه طريقة بسيطة وسهلة، مجرد أنك ترسل المركز السعودي الصيني مع اسمك ومنطقتك على أرقام الاسمس مشتركي STC على 84770 ومشتركي موبايلي على 640-660 ومشتركي زين على 7462-62. بالنسبة لموضوعنا اليوم راح نتكلم عن تقنية نيفرتيتي. شيء غريب شوية، لكن حنتعرف على التقنية المميزة هذه، تقنية نيفرتيتي لشد الدقن والرقبة، مع الدكتور سامح سالم استشاري أمراض الجلدية والتجميل من المركز السعودي الصيني. هلا وسهلا دكتور سامح. أهلا أهلا، منورنا من جديد، زمان عنك دكتور سامح. كيف حالك؟ العودة بخير؟ تمام الحمد لله. هلا وسهلا دكتور سامح. ليه اسمها نيفرتيتي؟ يعني كلمة نيفرتيتي شيء قديم يعني. إيش معنى الاسم هذا؟ تمام، طبعا نيفرتيتي قديمة، و خلينا نقول ان من ابرز علامات الجمال المتعارف عليها خدود ممتلئه، فك سفلي مرسوم، دقن محدده ومتناسقه مع رقبه مفروده. ده كلام بشكل عام. طيب الكلام ده يميز تمثال وجه نيفرتيتي واللي تم اكتشافه عام 1912. قد ايه كانت اجزاء الوجه منحوته بشكل جميل ومنسق، بهرت وما زالت بتبهر الجميع، إلى أن ظهرت تقنية تسمى باسم الملكة نفسها نيفرتيتي ليفت، وده موضوع النهاردة. حلو جميل جدا. يعني هو طبعا الاسم من وصف طبعا ملامح جمال نيفرتيتي. حلو. طيب بالنسبة لل هي طبعا بتبدأ زي ما قلت الدقن والرقبة، بس بإيش بالضبط؟ توضح أكثر، لسه استوعبت يعني إيش هي التقنية بالضبط؟ طيب التقنية في حد ذاتها هي حاجة جديدة الحقيقة، وفي منها غرض إن إحنا عايزين نعيد خط الدقن ونظهر الرقبة والدقن بشكل شبابي ومشدود. في الحالة دي أنا محتاج أشد زاوية الفم عشان أتغلب على الترهل اللي موجود، والكلام ده كله يتم بدون جراحة. طب ايش السبب اللي يخلي خط الدقن اساسا ما هو يعني مش منتظم؟ تمام. طيب خلينا نقول في سن الشباب يوجد ما يطلق عليه مثلث الشباب اللي هو الترينجلر ريوث. المثلث ده عباره عن استداره اعلى الخدين على العظمه اللي موجوده في اعلى الخدين اللي هي الوجنتان، مع في خط بيبقى مستوي ومستقيم بطول الخد وطول الدقن اللي هو خط الدقن. الخط ده مفترض ان هو بيكون مستوي. ايه اللي بيحصل بقى مع تقدم السن؟ اللي بيحصل ان بيحصل فقدان للكولاجين والإلاستين اللي بيقوموا بشد وتقوية الجلد. دي مواد موجودة داخل الجلد بشكل طبيعي ولها عمر افتراضي داخل الجلد. المواد دي مع فقدانها بتقدم السن بيحصل نوع من انواع ارتخاء او ترهل الجلد. كمان مش عايزين ننسى ان احنا مع الديليوز للشمس يعني. بالظبط بالظبط، الديليوز من تعرضنا للشمس وضرر الاشعه، وكمان الجاذبيه الارضيه مع المشي
كل ده بيأثر على المحتوى الدهني اللي موجود في الوجه وبيؤثر على شكلنا بشكل عام. طيب الكلام ده دلوقتي انا عندي كونتور معين، عندي استدارة معينة موجودة على الخد، وعندي شكل معين ومميز لوجهي للوجه. طيب مع الحاجات اللي تطرقنا ليها من شوية بيحصل تغيير لشكل الوجه، ده بيحصل في صورة ثلاث حاجات. اولا فقدان لامتلاء منطقة الخدود، يعني الاستدارة، الاستدارة يا صحر اللي احنا متعودين عليها بنشوفها جميلة كده ومالية المنطقة العلوة من الخد دي بنبدأ نفقدها. طيب بنفقدها معناها ان الدهنيات اللي فيها بدأت تنزل لتحت، هتنزل لتحت تعمل لي النيزوليبيال لاين، يبقى انا اصبح عندي في خط حوالين الفم والدهنيات اللي فوق في العظمة اللي فوق اللي مدياني الاستدارة الجميلة بتاعت الوجه اصبحت شبه مختلفة مختفية. بالاضافة لكده بيبقى في عدم انتظام لخط الدم مع ظهور تجاعيد. فالفكرة الخاصة بالتقنية اللي بنتكلم عليها النهاردة ازاي اتغلب على المشاكل اللي حصلت دي وازاي ارجع بشكلي شباب من تاني وشكله اجمل واحلى زي زي قبل. طب بالنسبة للتجاعيد في اسباب اخرى لظهورها على الوجه؟ التجاعيد بشكل عام تقدم غير التقدم تمام الشمس زي ما قلنا، الكولاجين اللي هو مسؤول عنها في شدها، وحركة عضلات الوجه كل دي، وانا بتفرج على الكمبيوتر وانا بدي الفيشال اكسبريشنز وانا متضايق، وانا كل دي حاجات بتعمل لي ظهور تجاعيد على الوجه. طب هذه دكتور سامح يعني شويه يعني تعابير الوجه دكتور، يعني مش دائما نسميها تجاعيد ولا في انواع للتجاعيد؟ ما هو التجاعيد بشكل عام لها انواع، انما خلينا نقول في التجاعيد الحركيه والتجاعيد الغير حركيه. التجاعيد الحركيه اللي اتكلمنا عليها دلوقتي اللي هي التعبيريه، انا بتكلم، انا بدخن في حوالين الفم في خطوط، انا حصل ان انا كشرت، ضحكت، كل دي الاكسبريشنز دي كلها بتسيب علامه على الوجه، وده بينتج التعبيرات دي من حركه عضلات الوجه بتؤدي في النهايه الى تكوين خطوط، الخطوط دي عميقة وغير مرغوب فيها، ودي بيتم التخلص منها بحقن المادة المعروفة البوتيولونيوم توكسينز اللي هي احنا بنستخدمها لعمل استرخاء للعضلات المتشنجة. دي اللي هي التجاعيد الحركية. التجاعيد غير الحركية للاستاتيك بقى اللي هي الثابتة دي، زي ما قلنا من شوية احنا كنا بنتكلم على الدهنيات اللي في الوجه اللي نزلت تحت وعملت لي الخط اللي حوالين الفم بالظبط، دي بقى اللي بنطلق عليها التجاعيد الغير حركية اللي هي التجاعيد الثابتة، ودي بتبقى نتيجة نقص الدهون في طبقات الجلد، ودي لها طريقة معالجة تانية ان احنا بنستخدم فيها الحقن التجميلية اللي هي الهيالورونيك أسيد الفيلر علشان نملة ونشغل المنطقة اللي فقدنا فيها الدهنيات اللي بنتكلم عليها. جميل جدا. أجل أذكركم أحبايبنا المستمعين أن هذه الساعة برعاية المركز السعودي الصيني، كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 9، واللي حاب يتواصل معنا عن طريق حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر والفيسبوك على حسابنا ALIF FM. وبالنسبة لحساب الدكتور سامح اللي حاب يتواصل معاه كمان ويستفسر عن تقنية نيفرتيتي لشد الدقن والرقبة، أنا حطيت عملت منشن للدكتور سامح على حساب ألف ألف أف أم اللي هو AETHETICLASE. نطلع فاصل إعلاني دكتور سامح ونرجع نكمل حلقتنا اليوم. مستمعين الكرام خليكم معنا. مجموعة عيادات المركز السعودي الصيني للعلاج بالإبر الصينية. مستمرين معاكم في برنامج علاجك صيني برعاية المركز السعودي الصيني. اليوم جالسين نتكلم عن تقنية نيفرتيتي لشد الرقبة والدقن. قبل أن نرجع الموضوع نذكركم أن في هذه الساعة عندنا ثلاث جوائز لثلاث رابحين قدمتها المركز السعودي الصيني: جلسة تقشير كيميائي لعلاج التصبغات وعلاج الحبوب، وجلسة تخفيف الوزن بمساعدة الإبر الصينية، وجلسة إقلاع عن التدخين أيضا بمساعدة الإبر الصينية. اللي حاب يربح إحدى الجوائز هذه يقدر يتواصل معنا عن طريق الرسائل النصية بإرسال كلمة السعودي الصيني والاسم والمنطقة على STC 84 77 0.
موبايلي 640-660 وزين 74-6262. معنا الدكتور سامح سالم استشاري أمراض الجلدية والتجميل من المركز السعودي الصيني. طيب تكلمنا عن النوعين التجاعيد قبل الفاصل دكتور سامح، بس كيف بيتم بالضبط يعني كيف بيتم تنفيذ التقنية هذه، تقنية نفرتيتي؟ تمام، هي التقنية علشان ننفذها عندنا أكتر من حاجة، يا إما بننفذها بحقن مادة واحدة أو الاستخدام لأكتر من حاجة مع مادة الحقن. ممكن نستخدم هيالورونيك أسيد اللي هي مواد التعبئة، وممكن نستخدم أجهزة. فهي القصة عبارة عن مجموعة من الأدوات في إيديك بناء على اللي قدامك. طيب خلينا نبدأ نقول إن إحنا بننفذ الكلام ده إزاي. ده بيتم عن طريق أولا حقن مادة البوتيلينيوم توكسين. طيب إزاي ده؟ أنا في مواضع معينة موجودة على خط الدقن، على الدقن نفسها، منتصف الخد، العضلة الجلدية للعنق اللي هي ما يطلق عليها البلاتيزما. ده بيتم حقن جرعات معينة، الغرض منها اني اشد خط الدقن، اتخلص من شكل جلد البرتقالة بالدقن، واعمل نوع من انواع الفرد للرقبة. الحقيقة يعني باللي بنقول عليه بالحقن ده ممكن اوصل لنتائج ملحوظة، وبالفعل بيبقى فيه تحسن في سقوط الدقن. يعني انا بحصل كده مبدئيا بنتيجة كويسة قوي. هل ده بس ولا لا؟ هل انا بحتاج الامر الحقن المادة دي ولا في مواد اخرى؟ كل حالة بتختلف عن الحلل. بس هي بتكون جلسات او بس خلاص وانس. ابرة مرة واحدة على طول، والنتيجة متى تبين؟ النتيجة بتحصل خلال اسبوع. يعني طب وكل احد يقدر يستخدمها يعني في ولا سن معين او لا؟ هي طبعا ما هو ده اللي بنتكلم عليه. هو اولا حتة ان انا اقصر الامر على سن معين، مجرد ان انا محتاج اتدخل علشان اعالج مشكلة ما في الوجه على حسب القياسات اللي اتكلمنا عليها. انا عندي وجه ممتلئ في اعلى الخدود، لقيت الامتلاء ده بدأ يحصل فيه مشكلة، انا محتاج اتدخل. لقيت منطقة ما حول الفم فيها مشكلة، انا محتاج اتدخل. شايف ان في شكل جلد البرتقالة موجود في الدقن، انا محتاج. شايف خط الدقن بدأ ياخد شكل غير متناسق وغير مرضي، انا محتاج اتدخل. بس هو بشكل عام خلينا نقول النوع ده من المشاكل يعني عمره ما هيظهر قبل 25 سنة. بس هو يعني الموضوع هو التجميل يعني، فما له علاقة يعني، ممكن يعني ما له علاقة أساسا بالسن أو التجاعيد ذوق وإحساس بالذات. ودايما زي ما بقول للناس التجميل باكج ديل. يعني أنا لما أجي أبص في وجه شخص الوجه مريح، مش شرط ان انا ادقق على كل نقطة واقول دي محتاجة كذا ودي محتاجة كذا، لا، ده باكج على بعضه الوجه جميل ومريح خلاص. لو انا لاحظت حاجة في ديفو معين، في مشكلة معينة، في حاجة معينة زعجاني في الحالة دي، ممكن نتعامل معها ونشوف الحاجة المناسبة ليها. طب هي نفسها المادة الموجودة في البوتوكس المعروفة عند العيادات؟ هو الحقيقة هي مادة البوتيلينيوم توكسين، هي فعلا هي المادة اللي حضرتك تفضلت وذكرتيها. وهي المادة دي منظمة الغذاء والدواء الأمريكية اللي هي الـ FDA اعتمدت استخدامها من سنة 2002، وكان استخدامها بس لي منطقة ما بين الحاجبين اللي بيطلق عليها الجلابيلر. يعني أنا بين الحاجبين في منطقة اللي هي مع التكشيرة بتبان رقم 11 دي، هي دي اللي كنا بنستخدمها لفترات طويلة من أكتر من 15 سنة. وكنا بنستخدم بس أو محصور بس استخدامي على منطقة الجبهة، منطقة ما بين الحاجبين وحوالين العين، هي أنا فقط بستخدمها بس كده. هو ده الكلام اللي هو كان لغاية سنين يعني مش بعيد. وفي الفترة دي ما كانش في اعتماد لاستخدام مادة البوتيلينيوم توكسينز دي في المناطق أخرى، لا بستخدمها في منتصف الوجه ولا في النصف السفلي للوجه. اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن في الفترة الأخيرة، خلال الفترة الأخيرة الماضية دي، تم تطوير استخدام هذه المواد اللي يتم حقنها في مناطق معينة وبجرعات معينة علشان أخد بها شكل مميز وجميل ومشدود على طول خط الدقن، منطقة الدقن نفسها، العضلة الجلدية للعنق. طيب
دي الأماكن اللي أنا بتكلم عليها علشان عايز أحصل على نفرتيتي ليفت. مش بس كده، أنا كمان بقدر أرفع بالمادة بتاعتي، أرفع الحاجب، أرفع الأنف، أعالج مشاكل الابتسامة وخطوط ما حول الفم. فدي كلها استخدامات إحنا يعني ماشيين فيها وبنستخدمها بقالنا فترة، جد عليها خلال الفترة الأخيرة، هي الاستخدامات الجديدة اللي خاصة بمنطقة أسفل الفم. طب هل يعني بيتم الاستعانة بوسائل أخرى الحصول على هذه النتيجة أو التقنية النبتيتي؟ هو زي ما بنقول، هي القصة برضو يعني هي مجموعة عمل. ما أقدرش أقول أني أنا جيت علشان أحقن مادة وخلاص أنا خدت الشد، لا، هو كل حالة بتختلف عن الحالة الثانية. ممكن جدا الأمر يقتصر فقط على حقن مادة البوتولينيوم توكسين لوحدها، وقد يحتاج لهايالورونيك أسيد فيلر علشان أعبي المناطق وأظهر الدقن. ده بالنسبة لي ده شكلي، إذا أنا عندي شكل الأولاني أن أنا بستخدم مادة معينة لو هي الحالة ما فيهاش مشاكل كتير. طيب المشاكل زادت، أنا هعوز أحقن المادة بتاعتي ومعها أحط فيلر، مواد معبئة علشان لو عندي ديفو. طيب فرضا جات لي حالة هي أكبر شوية في السن، يعني مشاكلها أكتر وعندها داخلين في شكل من أشكال الدبل تشين، في الحالة دي أنا محتاج أكتر من حاجة أعملها. محتاج أخفف وأحدد شكل الدقن باستخدام تقنية أخرى، كأن يكون تقنية الموجات الترددية، قد يكون محتاج فراكشنال ليزر عشان أحفز كولاجين جديد. يبقى إذن النفرتيتي ليفت ده ما هوش مقتصر بس على البوتولينيوم توكسين، المادة اللي احنا بنستخدمها للشد، لا، ده أنا كمان ممكن أكون محتاج أستخدم مواد أخرى، ممكن أكون محتاج أستخدم أجهزة. فهي القصة إزاي أنا أوصل بالحالة اللي قدامي دي لمنطقة النحت الجميلة اللي أنا بتكلم على، إزاي أوصل بقى، هل أوصل بمادة ولا باتنين ولا بأكتر. فكل حالة بتختلف عن الحالة اللي. حلو دكتور سامح، حضرتك ذكرت أنه الواحد يحصل على نتيجة بعد أسبوع، بس قد إيش بتستمر؟ تمام، هو أولا بس برضو عايزين يعني نوضح الأمر ده. أسبوع لو أنا بتكلم في حاجة واحدة بس، يعني أنا بستخدم في حاجة أو حاجتين، يعني ساي أنا بستخدم البوتولينيوم توكسين وبستخدم فيلر، أنا استخدمت المواد دي علشان أوصل للغرض اللي أنا عايزه، أوكي ده وان ويك، خلاص أنا أسبوع. بس برضو أسبوع، أول يوم غير آخر يوم، يعني أول يوم نتيجة ما فيش تقريبا أو يعني ضعيفة، تبدأ من خلال أول 3 أيام تبان نتيجة رائعة وتكتمل خلال أسبوع. طيب لو أنا، يبقى إذن ده لو أنا الحالة عندي بسيطة. طب لو الحالة أكثر سقوط، يعني في الترهلات بتكون أيوة أكثر، أزيد والخط مش واضح، في الحالة دي زي ما قلنا أنا مش بتكلم بقى في أن أنا هحصل على نتيجة خلال أسبوع، أنا ممكن تصل إلى شهور، لأن أنا في الأول عندي مشكلة عايز أتجاوزها الأول وبعدها أبدأ أتكلم في النحت الكامل للدم. حلو، وبتستمر حوالي كم؟ يعني بتستمر حوالي من 6 لـ9 شهور، وبعد كده يقدر يعني تقدر الواحدة ترجع ثانية، تمام، ترجع تعيدها، تاخذ تمام تعيدها برضو، ما فيش مشكلة خالص وما فيش أي ضرر من إحنا نكرر هذا الأمر. وعادي بتكون آمنة دكتور، يعني بالنسبة حتى للفيلر طيب هو خلينا نقول تكرار وباستمرار، يعني ما فيش مشكلة خالص نكرر، إيه المشكلة؟ بس خلينا نمسكها واحدة واحدة برضو. البوتوكس او البوتولينيوم توكسين، الحقيقه هو مفترض لفظ يعني ده كده هو اسم تجاري، انما البوتولينيوم توكسين هو ده اللي هو الاسم العلمي بتاعه. هو امن وبيستخدم من حوالي 15 سنه، ما وجدناش مشاكل. طالما انا بحقنه بجرعات معينه ومحدده، وطالما اللي بيحقن ده واحد متخصص وعارف الجرعات المحدده. طيب انا رجعت وحقنت تاني، هل في مشكله؟ فيش مشكله. اوكي طيب هل الأمر مطلق؟ طبعا هو بشكل عام ما فيش مشكلة، إنما في بعض الأسئلة لازم الطبيب المعالج بيطرحها على العميلة أو العميل، وبيعرف منه تاريخه المرضي، عنده مشاكل معينة، إنما هي بشكل عام ما فيش منها مشاكل. طيب المواد المالئة اللي هي الفيلر، اللي هو مادة الهيالورونيك أسيد، دي مادة أساسا موجودة في الجسم وموجودة في الجلد في منطقة معينة بتركيز معين، وما فيش منها مشاكل خالص، وبنستخدمها لسنين طويلة. مش بس ما فيش منها مشاكل، أنا عندي دراسة بتقول لو أنا نص الوجه معايا سحر، لو نص الوجه أنا حقنته بالمواد المالئة،
والنص التاني انا ما حقنتوش وسبت الوجه ده اكتر من سنه. اكتر من سنه ده معناه ان المواد اللي انا حطيتها بالكامل اختفت. وجينا بصينا على الوجه وقارنا بين النص اللي اتحقن والنص اللي ما اتحقنش، بنجد ان الجزء اللي اتحقن حالته الجماليه احلى كتير من اللي ما اتحقنش. ده ليه؟ لان الدراسات الجديده الاخيره بتقول ان هذه المواد المالئه بتحفز كولاجين طبيعي داخل الجلد فبيبدو الوجه افضل، وده يفسر لنا في بعض الناس عندها مشاكل واضحه زي انا عندي المناطق في الوجه غائره والعميله متعوده معايا تيجي تعمل الفيلر بشكل منتظم كل 9 شهور كل سنه على حسب ما بنحدد مع بعض، اللي بنجده ان مع الوقت المناطق بقى شكلها جميل تكاد تكون مش محتاجة وتخف، وممكن الوقت المدة الطول يعني ممكن ما تستخدمها إذا كانت موضع على 6 شهور تبدأ تبعد وأنا عايز أقول لك ممكن الأمر يبقى يعوز فترة أطول كتير من سنة وسنة ونص. فده معناه أو ده يؤكد أن الدراسات الأخيرة اللي بتتكلم أن المواد دي ما فيش منها ضرر ولا في منها أي مشاكل. طيب خلينا نتكلم احنا دلوقتي، انما في اجهزه احنا لو استخدمناها في بقى لها احتياطات. فرضا انا بحفز كولاجين بليزر ليه احتياطات معينه، فرضا انا بستخدم موجات تردديه دي اجهزه ليها احتياطات، لازم اكون واخد تاريخ مرضي كويس للمريض بتاعي، هل هو عنده مشاكل في القلب، هل هو مركب اي معادن داخل الجسم، هل يعني في احتياطات لازم انا باخدها منه قبل ما ببدا استخدم التكنولوجي بتاعي علشان ما يكونش فيه اي خطورة عليه. جميل. طب كيف اقدر اعرف انه التقنية هذه يعني تتناسبني؟ تناسبك انت شخصيا ولا قصدك على يعني كمريضة جيت عندك في العيادة وابغى يعني من جد ابغى استخدمها يعني على طول اجرب تضبط معك كل يعني اي شخص؟ لا بصي، اولا هو احنا في برضو يعني خلينا برضو نتكلم بمنتهى الوضوح، الناس لازم تبقى فاهمة ان مش كل واحد جاي عايز التقنية هيجدها. الحاجة التانية الامر مش سحر، انا مش بتكلم انت هتخشي لي تلاقي الدنيا منحوتة ولا. اولا لو الوجه حجمه كبير والدقن مبالغ فيها وفي سقوطها معنى كده ان في تراهل واضح وفي نسبة عالية من السقوط، في الحالة دي النتائج يعني مش هتكون مرضية، مش تبقى مرضية، لان احنا برضو لازم نقول ان في سيكتور معين للجراحة وده موجود ومش هن مش هن مش هنتجاوزه. انما الحالات البسيطة والمتوسطة عندنا القدرة ان احنا نتعامل معها. يعني حالة زيك دلوقتي المستمعين مش شايفينك انما انت تبقى رائعة عليك. حلو. لو انا نفرتيتي من يوم الاحد ان شاء الله الجاي. بالفعل هي كده يعني، هو انا لو اتكلمت في كل حد انت جاي علشان هتطلع من عندي زي مين، والكلام ده بنسمعه وبنشوفه، مفيش كلام ده خالص. او يعني الامر لازم الناس تبقى عارفه ان احنا بن الخدمه موجوده، لكن السلكشن ده مهم جدا، ازاي اختار العميل بتاعي اللي هياخد نتيجه مرضيه ليا قبل ما تكون مرضيه لي. اكيد. جميل جدا دكتور سامح، حنطلع فاصل اعلاني مستمعينا الكرام وراجعين مكملين حلقتنا من برنامج علاجك صيني. مجموعة عيادات المركز السعودي الصيني للعلاج بالإبر الصينية. اليوم جالسين نتكلم عن تقنية نيفرتيتي لشد الوجه والدقن مع الدكتور سامح سالم، استشاري أمراض جلدية وتجميل من المركز السعودي الصيني. طيب أذكركم من جديد وأذكر كل اللي انضمونا في هذه الساعة في برنامج علاجك صيني اللي يجيكم كل يوم اثنين من الساعة 8 إلى 9، أنه كل اثنين في عندنا جوائز لثلاث رابحين، جوائز إبر صينية لتخفيف الوزن والإقلاع عن التدخين وأيضا أجهزة تكشير كيميائي. فاللي حاب يربح إحدى الجوائز هذه يرسل السعودي الصيني أو المركز السعودي الصيني مع اسمه ومنطقته على أرقام الاسماس STC 84770 موبايلي 640-660 وزين على 7462622. واللي حاب يتواصل معانا ويسأل أي سؤال يخص موضوعنا اليوم اللي جالسين نتكلم عن تقنية نيفرتيتي لشد الرقبة والدقن يقدر يتصل علينا
على 012-61-61-100 ومن الرياض على 011-217-85-85. طب في اي محظورات او موانع لاستخدام هذه التقنيه دكتور سامح؟ طيب هو التقنيه بحد ذاتها ما فيش منها مشاكل، انما انا اولا بتكلم على في بعض الامراض المزمنه زي ارتفاع ضغط الدم، زي السكري، زي تناول بعض المسكنات زي الاسبرين. دي امور لها تجهيزات قبل استخدام التقنيه. لما اتكلم في مرضى ارتفاع ضغط الدم او مرضى السكري، الحالات اللي هي دايما فيها ارتفاع ضغط الدم بشكل عالي احنا ما بنفضلش قوي ان احنا نستخدم فيها التقنية اللي بنتكلم فيها. لازم الاول تبقى هي تحت السيطرة هي والسكري. انما الحقيقة الاسبرين برضو بيدخلنا في مشاكل معينة، ومفترض ان احنا بنعمل نوع من انواع الكنترول قبل ما نبدأ التقنية بتاعتنا واستخدامها. انما لو انا بتكلم في الماشينز بتاعتنا، الاجهزة بتاعتنا، انا عايز اجهز الكانديد بتاعي او المريض بتاعي للجلسة بتاعتي، وعايز قبلها اجهزه بحاجة زي الليزر الفراكشنال، لازم ابقى انا حريص على مريضي ان انا ما يكونش في بعد الجلسة تعرض لشمس الفترة طويلة، كأن يكون يعمل تان يتعرض. لازم يكون الاحتياطات دي موجودة ان انا يعمل الجلسة بتاعته مع نهاية عمله. انا لو عندي حد انا برضو هعمل له موجات ترددية او اي نوع من انواع الادوات اللي بتحفز الكولاجين، مش مفترض ان هو يكون عنده مركب شرايح داخل الجسم او عنده مسامير في اسنانه او اي نوع من انواع التركيبات الحديدية او الميتال، لان كل الامبلانتس دي من الحاجات اللي ممنوعة. الحاجة التانية مش بس الايجنج، برضو انا بالنسبة لي مع تقدم السن لو انا بعمل الموجات الترددية انا مهم ان انا اكون واخد بالي من عمر المريض بتاعي وتاريخه المرضي، لان في امراض معينة مفترض ان انا بدور وراها وبحافظ فيها على عياني علشان اخرج بره القصة دي في امان. بس هي بشكل عام دكتور سامح نفس الإبر هذه فيها الكولاجين صح؟ لا هو يعني هو التقنية هي بس في شكل الوجه بتعبية الأماكن على أساس إنه يكون على زي ما سمينا يعني زي ما سموها تقنية نيفرتيتي عشان يكون الشكل بس، أو طيب هي فيها مواد مختلفة بس نوضح أكثر. طيب يعني حتى اللي توه منضمون لأن هو الحقيقة برضو يعني أنا يعني عايز حتة الكولاجين دي برضو الناس يعني عندها مفهوم خاطئ ان تحفيز الكولاجين ده امر بسيط، ان انا دهنت كريم مكتوب عليه كولاجين انا وصلت للكولاجين الطبيعي. لا، هو الكولاجين ده علشان احفزه انا محتاج اسخن طبقات الجلد السفلى لدرجة اكتر من 40 درجة مئوية، وده ما بيتمش غير بالوسيلتين اللي اتكلمنا عليهم، يا اما انا بعمل ليزر اللي هو الفراكشنال ليزر او ان انا بعمل موجات ترددية. الفكره في الـ في الـ في الـ في التولز دي الادوات دي انا عايز اسخن واستنى على ما الكولاجين يطلع، وده بياخد حوالي ممكن من شهر لشهر ونص. عشان كده لما جينا قلنا في قصه الوقت قال هي بتاخد لها اسبوع، ممكن تاخد اسبوع، ممكن اتكلم في 3 شهور. 3 شهور دول عباره عن تجهيز للجلد علشان احفز كولاجين يقدر يشيل الجلد بحمل. فقصة الكولاجين اللي هو أنا بحط كولاجين ده قصة، والانبساطة العضلات دي قصة تانية خالص. احنا بنتكلم في انفرتيتي لوك على انبساط العضلات، ان انا عايز احقن مادة البوتيلونيوم توكسين على الرقبة، احقنها في مناطق وخطوط معينة على خط الدقن، احقنها في منطقة الدقن، اوزعها بشكل معين على جانبي الرقبة علشان اعمل نوع من انواع الشد والفيرمنج سواء كان لخط الدقن او للرقبة،
اجي على الثلث الاوسط من الدقن واحقن فيها هذه المواد، كل ده انا الغرض منه اعمل انبساط وافرد الوجه. انما القصه الخاصه بالكولاجين دي موضوع تاني خالص، ده موضوع انا بقول ان هو انا قدامي اختيارين، يا اما بستخدم الماده البسيطه فقط او هعوزها مع ممكن اعوز اعمل فيلر، ممكن اعوز احفز كولاجين. انما الكولاجين مش بالبساطه اللي بنتكلم عليها، ده هياخد وقت طويل على مو زي ما نسمع كريمات وماسكات للاسف. ده مفهوم مش صح، والنتيجه اللي بناخدها بتبقى نتيجه وقتيه. انت عملنا جلسه كولاجين، فالكولاجين ده بيبقى عمره في بيومها يومين. ايوه ده كويس قوي انك بتقول يومين. أيوة. ده يعني بتبقى اقل من كده. انما لو انا بقى طورت جلساتي علشان اتكلم في مده اطول، وارد، لان في حقن بالكولاجين. يعني أنا ممكن من بره بس، إنما لما بحقن مادة الكولاجين لا، دي بتساعدني كتير في نتائج أفضل فيما يخص الفيرمنج أو قوة وتماسك البشرة. وما زالت تستخدم؟ بتستخدم كثير. وبتستخدم ولها نتائج مرضية. بس هي الفكرة أنا إمتى أستخدمها، هو هنا هنا الكلام. أنا إمتى أستخدمها؟ لو أنا حالة فرضا إحنا عملنا كل التولز دي، الأدوات دي كلها، الفترة اللي هيقعد فيها الوجه كويس تبقى فترة مش قصيرة. طب خلال الفترة دي ممكن نعمل جلسة كولاجين بالميزو، ممكن يعني الجلسات اللي بنتكلم عليها على زيادة يعني. مش زيادة، محافظة، مينتنس. أنا بحافظ على النتيجة اللي أنا حصلت عليها، أني بعمل نوع من أنواع البقاء للنتيجة الجميلة اللي أنا وصلت لها بنوع من أنواع الكولاجين الحقني داخل الجلد، ان انا بحقنه داخل الجلد بالميدوسان. وبعد كذا اعاده التعرض للشمس تعرف نفس او في مده معينه المفروض ما يتعرض؟ لا، هو خلينا برضو الشمس، اصل الشمس دي برضو يعني موضوع الحقيقه. بشكل عام انا مفترض وانا نازل الصبح، والكلام ده للناس كلها، انا نازل الصبح بستخدم واقي الشمس. لان لما بنتكلم مع الايجنج بروسيس، ان انا مع تقدم السن وفقدان الكولاجين والإلاستين، من ضمن الأسباب الرئيسية هي تعرض للشمس. طيب فرضا أنا عامل فيلر، إيه اللي ضيع الفيلر؟ أنا نزلت ومتعود أن أنا بتعرض للشمس لفترة طويلة، أو بعمل تان، أو طبيعة عمل شخص بيشتغل في مسبح، أو كل دي عوامل بتساعد كتير على ظهور خطوط الوجه. وأنا لو عامل فيلر مش هيستنى معايا فترة طويلة، هيبقى عمره قصير جدا، لأن كل دي العوامل اللي بنكسر بيها مادة الهايلورونيك أسيد اللي احنا بنحقنها. طيب بالنسبة للمواد اللي جالسين نتكلم عنها دكتور سامح، قديش العمر الافتراضي لها؟ طيب هو المواد اللي احنا بنحقنها داخل الجلد زي ما قلنا هي مواد آمنة ومخلقة معمليا، بحيث ان هي ما تعمليش مشاكل داخل الجسم. طيب المواد دي عمرها الافتراضي بيعتمد يا سحر على مكانها. يعني انا لو انا بعمل خط الدقن استخدم مادة معينة غير اللي انا بستخدمها علشان اصلح كونتور الوجه، منطقة الـ اعلى الخدين. لو انا عايز يعني كل منطقة المواد بتكون غير مختلفة. بس هو برضو يعني بشكل عام الناس لازم تبقى عندها خلفية ان مفيش حاجة اسمها اسابيع ولا يعني ولا شهر ولا شهرين، ولا لان الحقيقة يعني بنلاقي بعض التعليقات ان انا المواد المالئة حطيتها وبعد شهرين او بعد شهر عايز احط. الكلام ده يعني مش صح، ومفترض ان هو ليه عمر افتراضي، والعمر الافتراضي يعني ما يقلش عن 6 شهور. فيما يخص المناطق اللي هي منطقة حول الفم، منطقة الدقن، انما منطقة أعلى الخد لا، دي بتبقى أطول شوية. احنا بنتكلم في 9 شهور وأكتر. إنما هل المواد دي ممكن أنا أحقنها وما أجدهاش؟ ممكن.
ممكن امتى؟ احنا اتفقنا ان المادة دي اساسا موجودة داخل الجلد وهي مصنعة من عند ربنا داخل جسمنا. طيب لو انا حطيتها داخل الجلد ايه اللي بيكسرها؟ هي بتكسر بنتيجة مادة معينة برضو الجسم بيفرزها. المادة دي اسمها هيالورونيدينز. لو المادة دي طبيعة جسمنا في كمية كبيرة من المادة المكسرة للهيالورونيك أسيد، في الحالة دي الفيلر بتاعي مش هيستنى فترة طويلة، بس دي حالات قليلة ما نقدرش يعني نتكلم عليها بشكل عام، إنما هي موجودة وليست كثيرة لكنها موجودة. جميل جدا، حنطلع فاصل إعلاني دكتور سامح ونرجع نكمل حلقتنا اليوم، خليكم معنا. مجموعة عيادات المركز السعودي الصيني للعلاج بالإبر الصينية. كملين حلقتنا لليوم مع الدكتور سامح سالم استشاري أمراض الجلدية والتجميل من المركز السعودي الصيني. اليوم كنا جالسين نتكلم عن تقنية نيفرتيتي لشد الرقبة والدم. طيب دكتور سامح، مع انتشار هوس التجميل والعالم هذا اللي كل يوم يسوي عمليات تجميل منها الليزر والميزو والبلازما والبوتوكس كل الأمور هذه، ما فيها ضرر على الشخص نفسه من كثر ما يسوي يعني كل ما طلع شيء جديد؟ في ناس عندهم هوس كل ما يطلع شيء جديد على طول بيلجوا إلى عيادات تجميل وبيسوونها، يعني فما في أي ضرر عليهم؟ لا، هو ضرر من التقنية نفسها ولا تكرار التقنية؟ تكرار التقنية وتعداد يعني كل شيء التقنية. أيوة وسائل. طيب خلينا التقنية في حد ذاتها هو إن لم يكن أكثر من 90% فتقريبا 95% من الأمور اللي احنا بنستخدمها أو التودز والأدوات اللي احنا بنستخدمها هي آمنة. يعني أنا لما أجي أتكلم في أنت برضو يعني السؤال فتحنا في التجميل بشكل عام يعني أو في الأدوات الخاصة بينا بشكل عام، لو احنا اتكلمنا على المواد الخاصة بموضوع النهاردة، احنا اتكلمنا على الهيالورونيك أسيد واتكلمنا على حقن مادة البوتيلينيون توكسين، زي ما قلنا طالما اتحقنت في بجرعات محددة ومدروسة وفي أماكنها المعروفة مفيش مشكلة خالص. طيب لو أنا بتكلم في المواد المالئة برضو، طالما أنا حاططها في مكانها ومحقونة بشكل جيد، بالعكس ده احنا بنقول ان دي حاجات يعني احنا بنحصل بعد انتهاء على بشرة أفضل. طيب لو جينا اتكلمنا على الليزر الفراكشنال وحتى ليزر الشعر، مفيش مضاعفات احنا بنقابلها تقريبا لو حسبنا المشاكل اللي احنا بنحصل عليها نلاقيها او بوينت بوينت، يعني حاجات يعني لا تذكر، نسب ضعيفة. التقنية الجديدة الخاصة ببلازما، انا بنسحب عين الدم ويعيد فصلها علشان نرجع نعيد حقنها تاني داخل الجلد، سواء كان لإعادة إنبات الشعر، سواء كان لنضارة البشرة، سواء كان لنضارة اليدين، كل دي مواد ثبت إنها آمنة. مش بس آمنة، إحنا ليها بروتوكول، إحنا بنتكلم في تساقط الشعر من 4-6 جلسات وفي الوجه جلسة كل شهر. الحاجات دي آمنة، يعني أنا كنا نستخدم هذه التقنية، دي أمور ما فيش منها أي مضاعفات وما فيش منها أي مشكلة. التجميل بشكل عام يفسر لنا إحنا ليه بننقل، يعني النهاردة ما فيش النهاردة الصورة القديمة اللي إحنا بنتكلم عليها إن في ناس وشها فيه وفي كلام، ده تقريبا شبه عدم، يعني صورة وجه أجدادنا تكاد تكون انتهت واختفت، لأن التقنية اللي موجودة هي أولا فعالة وثانيا آمنة وتكرارها لا يؤذي إطلاقا وإحنا بنجني منها كثير، وما أعتقدش يعني العلم لم يثبت إلى الآن أن في مشاكل أو ضرر من أنواع التقنية الحديثة اللي موجودة النهاردة. جميل جدا، يعطيك ألف عافية دكتور سامح.
احنا كذا طبعا انتهت حلقتنا لليوم من برنامج علاجك صيني، وان شاء الله الاثنين نجاح تكون معانا باذن الله. يعطيك الف عافيه، شكرا لك دكتور سامح. كمان الدكتور سامح سالم استشاري امراض جلديه وتجميل من المركز السعودي الصيني. احنا كذا انتهت حلقتنا من برنامج علاجك صيني اللي راح يجيكم كل يوم اثنين من الساعه 8 للساعه 9. كنت معكم سحر عبد الله، اقول لكم فمان الله.